هلا وصلنا لفقرتنا الأسبوعية أهالينا. معظمنا يستخدم مصطلحات بهدف المزاح أو للتقليل من الشخص الذي يحاوره، ويطلق عليه أوصاف كثيرة موروثة ضمن مجتمعنا السوري. تتنوع هذه المصطلحات بين الأمراض وأيضا الشكل والانتماء. يعني مثلا كم مرة سمعنا كلمة مجنون على شخص، أو ربما معاق ممكن أن نسمع كلمة دب أو دبدوبة ليوصف شخص مين، أو العكس على شخص نحيف. طبعا يعني كمان انتقاد للأسمر والأشقر والطويل وكلهم ممكن ألقاب يعني مختلفة وتختلف باختلاف المناطق أيضا. بعد هذا التقرير سنناقش أهمية التفكير قبل استخدام هذه المصطلحات، وهل حان وقت تغييرها والوعي بآثارها الاجتماعية والنفسية؟ ضمن مئات الكلمات التي ننطق بها يوميا خلال أحاديثنا مع عائلتنا وأصدقائنا أو في العمل وتحديدا المقربين منا، نستخدم مصطلحات ترسخت على مدى عقود ضمن موروثنا الاجتماعي، والتي تعتمد على توصيف الشخص المقابل بسمة موجودة فيه وجعلها لقبا له ربما يحمله أبناؤه بعده. شمئرين، مكالحة أو عصاية طقي أو دب ثلاثي، وربما يتصرف أحد بغرابة فنصفه بالمعاق أو المجنون. ناهيك عن الألقاب التي نرميها عن مناطق وأشخاص دون التفكير ببعدها، الأمر الذي أثار أزمة بين السوريين منذ فترة. ألقاب كثيرة وصفات نستخدمها يوميا ولا نلقي لمعناها بالا، فكم مرة حصرنا 21 مليون إنسان سريلانكي ضمن مهنة الخدمة في البيوت. في ظل التغيير الذي أجبر المجتمع السوري على مراجعة مسلماته وجعلنا نقف عند حدود العدل والمساواة واحترام الاختلاف، كان لابد أن نعيد التفكير في هذه المصطلحات وطريقة استخدامها ونميز بين الفكاهة والأذية اللفظية والنفسية. أخبرونا أنتم إن كنتم تستخدمون هذه المصطلحات أو تتقبلونها. لنحكي أكثر بهذا الموضوع معنا بالاستديو الاستشارية النفسية والتربوية نسيبة جلال. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. بداية، يعني هل هذه المصطلحات تعتبر تنمر وكيف نشأت بالمجتمع السوري؟ نعم طبعا تعتبر تنمر وعدوان لفظي من أشخاص سلبيين حقيقة على أشخاص هم بأمس الحاجة إلى الدعم النفسي الاجتماعي من مجتمعهم. الشخص المعاق حتى نطلق عليه لقب معاق حقيقة هو شخص مصاب بعجز معين، لم يستطيع أن يتفاعل بشكل صحيح في مجتمعه. هذا التفاعل لم يكن يعني بشكل صحيح بسبب المجتمع. الآن في البلاد المتحضرة يطلقون على الأشخاص العاجزين الذين لم يستطيعوا أن يتكيفوا في مجتمعهم معاقين، ولكن الأشخاص الذين استطاعوا التكيف مع مجتمعهم والتفاعل معه بشكل مستمر نطلق عليهم لفظ أو مصطلح عاجزين. إذن في هذه الحالة المعاق في الحقيقة هو المجتمع وليس الشخص نفسه. المجتمع إما أن يقدم دعم نفسي واجتماعي. نعم. لهؤلاء الأشخاص. بس كيف نشأت هذه المصطلحات بمجتمعنا السوري؟ نشأت لأن غالبا نحن حتى نستطيع تقديم دعم وخدمات للأشخاص اللي عندهم مشكلات أو إعاقة لابد أن نطلق عليهم مصطلح معين من جانب علمي. فيعني بيذهبوا لعند الطبيب أو عند الأخصائي النفسي حتى يحصلوا على خدمات، هم بحاجة لخدمات التربية الخاصة أو بحاجة إلى خدمات طبية. فلدينا مصطلحات علمية لابد أن نستخدمها حتى يؤهل هذا الشخص لتلقي هذه الخدمات. الآن استخدام المصطلحات في غير مكانها هو الخاطئ. أما استخدام المصطلح الآن يأتي شخص فعلا لديه إعاقة معينة يقول أنا لدي نسبة معينة للإعاقة أريد الحصول على هذه الخدمة، هذا شيء طبيعي، ولكن استخدام هذا النقص أو العيب الموجود في هذا الشخص بشكل يعني يمثل سخرية وأذية له، هنا الخطأ في هذا المجتمع. عرفنا نسيبة نشأة هي المصطلحات، طيب ما هي آلية انتشار هذه المصطلحات؟ هل هو الجهل أم أنها هي عدم أفعال مقصودة وناتجة عن خلل أدبي ربما؟ نعم، ممكن نقول هي تضافر عدة من العوامل. الجهل هو يعني أهم هذه الأسباب، وطبعا الجهل التربوي والأخلاقي. عندما تنتشر يعني العدوان بالذات عندما ينتشر في المجتمع، غالبا هذا المجتمع يؤثر على جميع فئاته. خلينا نأخذ مثلا المجتمع السوري مثل ما تحدث أيهم، أنه فعلا انتشرت لدينا العدوان اللفظي سواء لهؤلاء الأشخاص أم لغيرهم. الآن العدوان تقوم فيه دراسات عديدة أنه فعلا منتشر في هذا المجتمع. سبب انتشاره ممكن نرجع إلى الحرب،
الضغوط النفسية اللي بعيشوا فيها الأشخاص بشكل كتير كبير ممكن تؤدي إلى انتشار العدوان اللفظي والجهل بحد ذاته. الآن نسبة الأشخاص المتعلمين في المجتمع السوري كل ما لها في تناقض بسبب يعني استهداف المراكز التعليمية. إذن عندما تتضافر يعني عوامل عديدة في مجتمعنا بهدف تجهيل هذا المجتمع تحدث لدينا هذه المشكلات الأخلاقية، أنا أسميها بالفعل مشكلات أخلاقية. صحيح. طب إذا بنحكي عن التأثير النفسي، التأثير النفسي على من نطلق عليه مثلا هذه الألقاب اللي منقله مثلا أنت مجنون أو أنت معاق أو شيء، هو بيكون سليم ما فيه أي شيء، ولكن عم يتنمر عليه، شو الأثر النفسية ممكن تكون عليه؟ وشو الأثر النفسي لما حدا من ذوي الإعاقة بيسمع أنه نحن عم نشتم شخص آخر بهذه الصفة اللي هي فيه؟ نعم. هلا خلينا من جانب نفسي نقول لك انه صوره الذات لدى الشخص تتكون من مجتمعه، فعندما يكون طفل صغير من اسرته اقرب الاقربين اليه، يعني عندما تخاطب الام طفلها فتقول انت قوي، انت جميل، انت رائع، هذا يختلف. هي كل ترسم هذا دعم صورته. نعم، هي ترسم صوره الذات. الطفل لا يعرف ما هي مكوناته. نعم. فتتكون مكوناته من قبل الاسره ومن قبل المجتمع من حوله. عندما يكبر فيذهب الى المدرسه، هنا تخاطب المدرسه او المعلمه ايضا فتقول له أنت مثلا شاطر، أنت عظيم. هذه الصفات في هذه الحالة تحدث لدينا النبوءة المحققة لذاتها. في علم النفس لدينا نظرية تقول النبوءة المحققة لذاتها، الشخص عندما تتحدث معه بهذه الألفاظ هو يسعى بشكل غير مباشر إلى تكوين فعلا هذه الصورة التي رسمتيها له. بالمقابل عندما أنت تتلفظ بألفاظ سيئة في اتجاه حتى الطفل السليم، أنت توجد شخص عاجز ومعاق في هذا المجتمع، لأن المجتمع هو الذي رسم هذه الصورة في ذهن هذا الشخص. خاصة لما نقول لشخص أنت فاشل أو أنت غبي. صحيح. فنحن صحيح. عم فعلا نلبسه هذه الصفات. توجد في المجتمع شخص فاشل. للأسف أحيانا هذه الصفات تطلق من المعلمين. يعني إذا ما قلت لك من الأم، حتى الأم أحيانا تستخدمها. هذا أكبر غلط. خليني أعطيك مثلا، مثال أديسون. أديسون لما كان صغير إذا تتابعنا يعني سيرة حياته، المعلمة قالت عنه أنت فاسد، أنت غبي، أنت غير يعني لديك نقص عقلي. فبالأخير أخرجوه من المدرسة، قالوا أنه لا يصلح للدراسة. خرج أديسون من المدرسة فآمنت به أمه، فيقول في كتاباته من صنعني هي أمي. أمه ركزت على النقاط الإيجابية الموجودة لديه. هو حقيقة يعاني فعلا من صعوبات التعلم في الجانب معين، ولكن أمه آمنت به في الجوانب الأخرى، فاستطاع أن يخترع لنا الكثير من الاختراعات التي ننعم بها حتى الآن. إذن نحن لابد أن ننظر إلى الفرد من نقاط القوة الموجودة فيه وليس من طيب بالنسبة للتأثير النفسي على الشخص الآخر، على ذوي الإعاقة ويسمع أنه نحن عم نشتم شخص آخر بهذه الإعاقة. صحيح. الآن في الجانب الاجتماعي حتى الأشخاص المعاقين يعرفوا أن لديهم نقص أو عجز معين، سواء فسيولوجي أو حتى نفسي. حتى الأشخاص المرضى النفسيين يعلموا أنه لدي مرض معين. عندما نحن نخاطب الأشخاص الآخرين بهذه الصفة، في هذه الحالة نحن نسبب أذية للمجتمع من حولنا، سواء الأشخاص السليمين أو حتى المعاقين. الشخص المعاق ابتلاه الله سبحانه وتعالى بجانب قصور معين، لا يصح أبدا نحن كأشخاص إيجابيين أن نركز على هذا القصور الموجود. دائما الشخص الجيد هو الذي يراعي الكلمة التي تحدث بها، ما هي الكلمة التي تصدر عنه، لأن هذه الكلمة هي تصنع إنسان بالأخير. فعندما يفسد هو يفسد في الحقيقة المجتمع من حوله، لا يفسد شخص واحد فقط. نجي شوي على العنصرية. مثل ما معروف مجتمعات بيطلقوا على السمراء مثلا بيقولوا يا مكاحلة أو سوداء ولا ذلك، وعلى البيضة مثلا فاتت طحين. يعني هل فعلا مجتمعنا في عنده مشكلة بالألوان؟ طبعا أكيد، بالذات المجتمع السوري. يعني الكل يعني بيعترف بهذا الشيء، أنه نحن نشأنا منذ الصغر على تحيز معين نحو مثلا الشكل البياض مثلا أو الطول والقصر. هذه المصطلحات اللي نحن بنستخدمها للأسف عندما الأم نفسها تربي أطفالها على هذه المصطلحات، هي توجد يعني تحيز وعدم نضج أخلاقي وعدم نضج أيضا فكري لدى أبنائها. المفروض دائما أن يربى الطفل على النظر إلى القيمة الأخلاقية للشخص وليس على مظهره الخارجي. الآن أنا لو أعطيتك مثال، هل تنظري إلى شخص مثلا مشلول ولكن يدير مؤسسة كبيرة بعين الاحترام أكثر، ولا تنظري لشخص مغرور مثلا حتى لو أنه وصل في هذه الشركة إلى يعني مكانة عالية ولكن
ولكن جميع الناس يبغضونه. لدينا احيانا عجز معين او خلل في جسمي او فيسيولوجي مثلا معين، الناس غالبا تتقبل هذا العجز، ولكن معظم الاشخاص لا يتقبلوا الشخص المتكبر، الشخص الساخر الذي ينظر الى الاخرين بعين ازدراء. هذا الشخص في الحقيقه هو الشخص المعاق، هو الشخص السلبي، هذا الشخص لديه نقص في ذاته. لو ما كان لديه هذا النقص ما كان تلفظ بهذا التنمر صحيح. او العدوان صحيح. اللفظي على هؤلاء طيب. الاشخاص. خلينا نفكر بالحلول، يعني اكيد ما راح تختفي هذه الصفات صحيح. والشيء اللي بنطلقه على بعض بين ليله وضحاها، شو ممكن نعمل؟ كيف ممكن نبدا؟ نعم، هي التربيه، يعني نعود فنبدأ من نقطة البداية، نقول هي التربية والتعليم، ماذا تلقى هؤلاء الأشخاص من ثقافة معينة. الآن وصلت الدول الأوروبية إلى دمج الأشخاص المعاقين أو لديهم يعني مشكلات معينة في جميع مناحي الحياة لديهم، فقلت نسبة الإعاقة إلى درجة يعني جدا كبيرة. عندما نقول قلت نسبة الإعاقة، الإعاقة أحيانا موجودة في جميع المجتمعات، ولكن قلت يعني الإعاقة، بقي فقط العجز. الآن في مجتمعاتنا نحن للأسف تزيد نسبة الإعاقة بسبب الظروف الصعبة التي نعيش بها، وبسبب أيضا الأشخاص الغير متقبلين لنقاط الضعف الموجودة لدى جميع الناس. تمام. لا يوجد شخص كامل، لابد أن نركز وفي على في نقطة مهمة هي احترام التنوع. نعم. احترام التنوع. نعم. في المجتمع صحيح. يعني في البشرة السمراء، في صحيح. البشرة البيضاء، في أشكال متعددة حتى بالمجتمع صحيح. السوري، فيجب أن نحترم هذا التنوع. كيف، شو نصيحتك بهذا؟ احترام التنوع يكون مثل ما قلت لك، عندما نحاول أن ننشر الأفكار الإيجابية في مجتمعنا، هذه الأفكار الإيجابية عن طريق تعليم الأفراد كيفية التعامل مع الآخرين باحترام. صفة الاحترام الآن مفقودة للأسف في مجتمعاتنا، ومجتمع السوري بالذات لديه نقص كبير في هذا الجانب. لابد من أن نحاول توعية الأشخاص بأهمية بث الأفكار الأخلاقية الإيجابية الإنسانية، ومحاولة مساعدة الأشخاص الذين أبتلوا بجانب معين ودعمهم، بدل من السخرية منهم والتصدي لهم بألفاظ غير مقبولة إنسانيا واجتماعيا. هل برأيك أن يكون جزء من الحل هو تحسين المناهج التعليمية، وطرح يعني من استغل الأطفال أنه هناك اختلاف بالألوان وفي الشكل، أنه نحترم الإنسان حسب إنجازه، هذا جزء من الحل؟ صحيح، جزء من الحل، بس الحقيقة لو تتبعتي المناهج التعليمية جميعها أنا متبعتها فيها هذه الفكرة. الآن نحن نرغب بتفعيل المناهج التعليمية، هي موجودة دائما في كل المناهج، بتلاقي أنه هذا شخص مثلا طفل مشلول ولكن يظهر نقاط الإيجابية الموجودة فيه، ويقرأ أبناؤنا هذا الكتب، ولكن نحن بحاجة إلى أشخاص معلمين إيجابيين وأهل أيضا إيجابيين يحاولوا إيصال هذه الأفكار إلى أبنائهم بطريقة صحيحة. صحيح. عندما يكون لدينا هذا الدرس في المنهاج وتقوم المعلمة بوصف طفل بالغبي، في هذه الحالة أنا لا أستفيد من المنهاج. إذن لابد من أن نكون يد واحدة في تحسين المجتمع الذي نعيش فيه. بدنا نشكرك الاستشارية النفسية والتربوية نسيبة جلال، شكرا لك. أهلا وسهلا. شكر موصول لك اللي شافونا اليوم، لهون بتخلص فقرات دم الشمل. أكيد ما تنسوا أنه فيكم تشاركونا عبر موقعنا على الإنترنت، وأيضا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائله أيضا، فيسبوك وتويتر وأيضا إنستغرام. للقاء. إلى اللقاء.